مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا في النور، نتحدث حول موضوع اقتصادي يهم كل مواطن في مصر. بيشرفني جدا يكون معايا دكتور ماهر عباس، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي والسياسي. اهلا بك يا اهلا دكتور، بسعادتك. نورنا يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور ماهر، يعني فكره الدولار الجمركي بدايه، نقول بس بسرعه كده في عجاله للساده المشاهدين، يعني ايه دولار جمركي؟ الدولار الجمركي بدايه في منذ حوالي عام كان يخص جميع السلع المستورده. كيف يخصها؟ يعني ما هو الدولار في الجمارك؟ يعني انا لما اجي مثلا جايب اباجوره من بره اتحاسب في الجمارك ب 16 دولار ب 16 دولار ب 16 بسعر 16 يعني جنيه. انا اخد عليها جمرك ليه بالدولار؟ ما انا احطها بالمصري. تنحاسب الجمرك بتاعها ما يعادل 16 جنيه. يعني دولار. هل الجمرك بتاعها بيبقى نسبة من سعرها الأصلي مثلا؟ طبعا حسب الترتيبة الجمركية، يعني حسب الجدول. لكن كان الجميع بيبقى تقييم الدولار الجمركي 16 جنيه مصري. كويس، بمعنى ان انا لو جايب حاجة وهدفع عليها بجمرك، الجمرك بيتقيم على انه كذا دولار، بحيث ان الدولار ب 16 جنيه. بالظبط. على اي سلعة؟ بالظبط، على اي سلعة. كويس. لكن الجديد، ايه التغيير بقى اللي حصل امبارح؟ الجديد اللي حصل امبارح ان قال لك الدولار الجمركي 16 جنيه سيظل باقيا على السلع الاستراتيجيه الضروريه للمواطن. وفي مقدمتها طبعا القمح والشعير والمواد الغذائيه الحاجات اليوميه الضروريه، والادويه طبعا. والادويه طبعا للمواطن. لكن الكافيار والجمبري والاستاكوزا والسلع الاستفزازية واكسسوارات الموبايل كل حاجة بقى غير كده، والملابس واكل القطط واكل الكلاب، كل ده والملابس طبعا المستوردة كلها هتحاسب بالسعر الدولاري اليومي في السوق الحر. بس انا ما فهمتش من حضرتك ايه فايدة استخدام المصطلح الدولار الجمركي؟ ما انا احدد عليها رسوم جمركية بالمصري وخلاص. هو حب يحدد وزير المالية الدكتور محمد معيد انه يحدد للمواطن ان السلع الاساسية للمواطن لن يتغير سعرها. لان المؤشر سيادتك هيكون في زيادة في الاسعار. يعني بس الغني اللي معاه فلوس يجيب كافيار ويجيب اكل القطط، خلاص هو قادر على البيع. طبعا الموبايلات وكل اجهزه المحمول هيسري عليها السعر، هتغلى رخ جديد. طبعا. لان هتحاسب بالسعر العادي للدولار وليس بالدولار الجمهوري. السعر العادي بقى اللي هو السعر السوق، اللي هو بيتم تداوله في السوق، اللي هو 18 لحته صغيره ده، 17 76 17 73 ايا كان السعر في هذا الاطار، اللي هو السعر بقى بتاع البنك المركزي اكيد، بتاع البنك المحدد. جمارك هتتكلم في حاجه حكوميه، اللي طالع في الجرايد او طالع في الشاشات عندكم او كده، خلاص هو ده اللي هيمشي. اوكي. فهنا هو اراد انه يحمي الصناعه الوطنيه في نفس الوقت. لأن ده توجه جديد، إن أنا بدل ما أتجه للملابس المستوردة بتجه لشراء الملابس بتاع الصناعات الوطنية. أيوه طبعا. وبالتالي أنا من جهة أخرى بدعم الصناعة الوطنية. أيوه. لكن مطلوب مني كمصنع وطني إن أعمل جودة تنافس الصناعة الأجنبية. طبعا. يعني هي سلاح ذو حدين. فأنا أعتقد إن هذه خطوة مهمة جدا لوقف الاستيراد العشوائي لسلع لا تهم المواطن البسيط. يعني انت النهارده بتشوف سيادتك سلع استفزازيه في الجمارك، مش كل الناس هتاكل كافيار ولا استاكوزا ولا جمبري ولا، وفي نفس الوقت لو انا عندي بديل من صناعه الملابس المصريه او الموبايل سايكل مصري او انا ممكن احطها بقى في التنافس. ايضا هيكون الدولار الجمركي مطبق على الماتيريال، المواد الخام للصناعات التجميعيه زي صناعه السيارات. فده هيفيد برضو السيارات المصنعه في الداخل. يعني هيبقى مطبق بسعر 16 ولا بسعر الحر؟ لا 16. 16 16. النهارده في تصريح مهم جدا لوزير التجاره والصناعه عن ان مصر ممكن تصبح مركز كبير لتداول وصناعه السيارات. هي مصر بقى لها فتره بتدرس تصنيع سيارة مصرية
مش تجميع بس. واعتقد الهيئة العربية للتصنيع والوزير العصار وكثيرين من الوزراء المختصين فكروا في هذه المنطقة، لأن صناعة سيارة ليس مستحيلا في مصر. احنا سبقنا كوريا بصناعة السيارات، وكان عندنا تجربة قديمة في نهاية السبعينات وفي العربية النصر. العربية النصر طبعا، وعندنا رمسيس كان عليها علم مصر واحمر وابيض واسود، رمسيس ار ولا العار، دي كانت في الستينات، ما شفتهاش انت ديت؟ لا شفناها في يعني بعد كده كمان. كان عندنا فكرة لتصنيع سيارات كثيرة، لكن التجربة تم وقدها لصالح من لست أدري يعني. هناك كان ضرب لصناعة السيارات في مصر، ولكن لصالح الاستيراد طبعا، هيكون اتحاد صناع السيارات واتحاد المصدرين يسعون بشكل جيد لتصنيع سيارة، تصنيع السيارات في مصر وبتوكيلات من دول أجنبية عندها صناعة، كما هو في المغرب كما تعلم، من أغادير، اتفاقية أغادير، وعندك ماليزيا وعندك كوريا، هذه تجربة ممكن، والهند. للأسف كان في ملفات الاقتراب منها كان بيعني ضرر لأساطين للصناعة ما المصرية. هي دي المشكلة، أساطين في الاستيراد ورجال الأعمال الكبار. شخصيا في حد حكالي أنه كان في التسعينيات خلاص في على وشك مرسيدس كانت جاية تعمل مصنع هنا على وشك، وراح المغرب الوزير قال له ما تفتحش السيرة دي خالص. كان على وشك يصنع سيارة المرسيدس في مصر في أواسط التسعينات، وأغلق الملف نهائيا، لأن في تجار يستفيدوا من أن مصر تظل السوق مفتوحة ومستهلكة للمصانع الأجنبية ولوكلاء صناعة السيارات في مصر. عندما يكون عندك صناعة للسيارات حيكون عندك تخفيض في قطع الغيار، حيكون عندك أيد عاملة وما أكثرها ماهرة تستطيع أن تشارك في هذه المصانع. وأعتقد التجربة الكورية والتجربة الماليزية والهندية والمغربية نستطيع ان احنا نقتفي اثرها. صحيح. ويكون عندنا سياره مصريه بتصنيع بنسبه عاليه تصل الى 80% يعني. ولكن للاسف تقاعست هذه الخطوات كما تفضلت، وكان هناك من يستفيد من عدم ظهور سياره مصريه. طيب هل حضرتك دكتور ماهر بتتوقع انه الزياده في اسعار هذه المواد، هي المواد دي مش كلها استفزازيه برضو يعني، صحيح الموبايل ما هوش سلعه استراتيجيه زي القمح مثلا والرز، لكن في نفس الوقت هو احتياج، لكن قد يكون مش الاحتياج البراند العالي واحدث موديل، الارقام وصلت ل 20,000 وحاجات زي كده. سيادتك 20,000 و25,000 دي كنا نحطها مقدمه لسياره زبطة. مش مقدمه لموبايل يعني. صحيح. فهي انا اعتقد فترة من الفترات كان هو كل سعر السيارة مش مقدمة بس. بقول للسيادة أنا أعتقد أن هو يعني حيدخل أيضا على صناعة الموبايل، وكان الرئيس السيسي أعلن أن حيكون في موبايل مصري. ما هو موجود يا فندم في السوق. أيوة، وهو ما هو في موبايل اسمه سايكو موجود في السوق. أنا أطور هذا المنتج لكي أحافظ عليه، وحيبقى عليه إقبال، ما هو الناس ما بتجلوش لأنه السهل جاي من بره. لا، وغير كده فندم الأرباح الخيالية اللي بيجنيها الشركات العالمية لصناعة الموبايل طبعا بتخلي قدرتهم على أنهم يعلنوا عن الموبايل بتاعهم في كل حتة، تفتحها تلاقي قدام عينك في الجورنان، في التلفزيون، على الانترنت، في كل حتة. بينما بقى المنتج المصري بيعتمد على انه هو كويس وخلاص. طب حلني بقى، حلني. وماشي بسرعة السلحفاة في النمو. انا اعتقد السوق الرمادية وسوق التهريب بتسهم في جزء كبير في تضخم رؤوس اموال اللي بيشتغلوا في هذه الصناعة وفي هذه التجارة. فأعتقد أنا معاك أن الموبايل سلعة دورية وأصبح العالم في متناول اليد، ولكن يحتاج إلى تقنين الموبايل. الموبايل النهاردة بيغيروه مع الفستان ومع البدلة ومع العربية لا، إحنا شعب برضو ما عندناش هذه الرفاهية الكبيرة، لم نراه في أوروبا أنك تغير الموبايل ثلاث مرات في السنة. بيغيروه مع الجراب، يغيروا الجراب طيب مش الموبايل. لا، الموبايل نفسه. طيب هل في رأي حضرتك 2 جنيه في كل دولار ده هيعمل فرق كبير في أسعار الموبايلز اللي جاية؟ أكيد هيعمل فرق كبير، هيعمل فرق كبير جدا.
وهيخلي الشباب بالذات يفكر 50 مرة ومرة قبل ما يشتري موبايل جديد ويحافظ على الموبايل اللي معاه. احنا عندنا كمان الرئيس كان بيفتتح المعرض الرقمي من اسبوع 10 ايام، وكان في تحدي ان مصر تتحول لهذا النادي وتبقى بالزبط. منتجة للبرمجيات وتبقى رقميا متطورة. يعني هي مصر مؤهلة لان تكون واحدة من نمور البرمجيات في العالم، زيها زي الهند زي كوريا زي غيرها. لكن زي ما بقول لك صناعة البرمجيات عندنا تحتاج إلى نهضة أكبر مما نحن فيه الآن. يعني مصر بتعد رابع أكبر دولة في الإنفاق على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد السعودية، الإمارات، جنوب أفريقيا. واضح طبعا أنها دولة أفريقية. يعني تقصد أن الإنفاق على البنية التحتية؟ لا، الانفاق على صناعة الاتصالات والتكنولوجيا بشكل عام بقى. مصر التطور الحاصل في صناعة الاتصالات في مصر نما بشكل كبير جدا. لكن السوق المصري المستقبل لأجهزة الاتصالات أصبح من أكبر الأسواق المستهلكة في المنطقة. يعني كل شركات الاتصالات في الصين، في هنغاريا، في الهند، في أي دولة في العالم يرى ان هو اذا حصل على كيكة كبيرة من السوق طبعا المصري طبعا في التوزيع اصبح هو لا، وغير كده هو ده اللي بيخليه يعمل دراساته علشان يتنمر الفرصة وينتهز، بلاش يتنمر دي بقت مصطلح ينتهز الفرصة ان البراندز العالية ماركات غليت قوي، يروح هو داخل. وشفنا الكام منتج اللي دخلوا بالزبط. مش هيبقى اعلان لو قلنا الهواوي والاوبو والحاجات دي دخلت بالزبط. يعني بالزبط. خدت نسبة كبيرة من السوق المصري طبعا. لكن خليني اسال حضرتك دكتور مياد، هل أجهزة الكمبيوتر، ودي أصبحت من أخطر الحاجات الأساسية للمواطن المصري باعتراف الدولة، الدولة صح اللي استوردت هذا الكم الرهيب من التابلتس عشان الطلبة في المدارس، دي دولة بتعترف أن التطور التكنولوجي مهم للمواطن. فهل مصر تقدر امتى تنتج خلاص موضوع البي سي ابو شاشة عاملة زي بتاعك دي خلاص ما بقاش حد خلاص بيهتم بيه صح. طيب امتى احنا نقدر نقول ان احنا بننتج بقى كمبيوترز وبننتج تابلتس وبننتج ايبادز وبننتج؟ انا اعتقد ان الكمبيوتر سلعة تعد بالضبط في المجال التعليمي سلعة استراتيجية زي الدواء والغذاء. بالضبط بالضبط، لان الكمبيوتر لم يعد وسيلة ترفيه ولكن هو وسيلة أساسية، وسيلة تعليمية، وسيلة لا يستغني أي بيت عن كمبيوتر. ده مش كان المفروض أن اللابتوب وأن الآيباد وأن التابلت سلعة استراتيجية، كان يعني دي معفاة زيها في الأصول الأصول، لكن حصلش حتى الآن ما حصلش. للآن ما فيش قرار محدد بيها. القرار محدد بالمواد الغذائية والأدوية واحتياجات الإنسان الضروري. أنا أعتقد الدولة اللي ما فيهاش تنمية تقنية لن تتم إلا بالكمبيوتر ووسائله صحيح، التابلت وغيره وجهاز الكمبيوتر الأساسي، لأن المدارس محتاجاه، الشاب محتاجه، أي شاب في عمله محتاج كمبيوتر. طب أصبح طب سلاح في إيده في أي مرحلة يعني. طيب خليني أنقل مع حضرتك يعني لموضوعات أخرى تخص الاقتصاد المصري. طب يعني التطورات الأخيرة الحاصلة على الساحة الاقتصادية في رأي حضرتك يعني نقلت الاقتصاد المصري النقلة اللي احنا بنطمح إليها، وقربت المسافة بتاعة استقرار الأسعار وهدوء الأمور؟ احنا شايفين الأسعار والضرائب والوقود عاملة ايه في فرنسا يعني. طبعا طبعا، شوف مصر يعني احنا حصل عندنا هزة من حوالي شهرين في أسعار الخضروات. لا نستطيع أن ندفن غصنا في الرمال، لكن هذه كانت هزة صنعها صغار السمسرة، سمسرة البطاطس. وأعتقد أن الطريق الاقتصادي السلع ثابتة الأسعار لفترة طويلة، وإن كان بالنسبة للخضروات أنت ممكن تنزل
للفكهاني النهارده يقول لك سعر، تاني يوم يقول لك سعر، يعني ما فيش لسه ضبط للاسعار. يعني حتى الاسره ما تقدرش تعمل ميزانيه بالمعنى المفهوم. ناثينج يعني. يعني المعنى المفهوم انه على الاقل الشهر ده مش هتتغير فاعمل ميزانيه. بالزبط. لكن عشان تنزل تشتري مثلا فاكهه معينه فتضطر ان انت تجيب نص الكميه او تحول لفاكهه ارخص، يبقى فيش استقرار. انا عايز اقول لسيادتك ان الشعب المصري غير كثير من سلوكياته للتحول على هذا. احنا محتاجين ده، وهذه ثقافه جديده في الشارع المصري. لسه في بدايه الحلقه كنت بتكلم عن الاوروبيين بعد الحرب العالميه الثانيه وازاي تحولت الحاجه الى ثقافه. احنا دلوقتي يعني الست اللي كانت بتنزل تجيب قفص مانجا بقت تجيب 2 كيلو. كويس قوي. اللي كانت بتجيب نص صباط الموز بقت تجيب 2 كيلو. البرتقال اللي كانت تجيبه يعني زي ما بتقول بالكميات خلاص الى عدد لم يعد. هناك سلع لم تدخل البيت المصري في هذا الصيف. يعني لا اتحرج ان اقولها، المانجا احداه. يعني المانجا ب 35 طرف 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 يعني طرف. خلاص المرأة المصرية كانت هي عصب اتخاذ القرار الاقتصادي طبعا في مواجهة أزمة غلاء الفاكهة، وبرضه في اللحمة. انت كنت تلاقي المواطن يقف قدام الجزار يقول له اقطع لي من الفخ ده 10 كيلو او 6 كيلو، بقى يقول له النبي اديني 3 كيلو اديني كذا، اصبح يقنن. بس احنا أكلاته. يعني هقول لحضرتك حاجه، النهارده قبل ما انزل كانوا جايبين فيلم لطيف جدا اسمه ام رتيبه بتاع مريم منيب وفؤاد شفيق. ايوه شفيق. ايوه طبعا. فمريم منيب راحت عند حسن فايق معمل الترشي واستعرضوا لنا بقى كل الحاجات المخلله بقى وكده، وراحت قال لها نعم عايزه ايه؟ قالت له عايزه دقه بس تكون مشكله من كل صف. يعني حتى في هذه العصور اللي تعتبر دلوقتي غابره كانوا بيروحوا عند المعمل الترشي يشتروا دقه بس. لا يعني هم كانوا بيشتروا الدقه بس وما بيحرموش نفسهم من حاجه ولا يباهوا نفسهم بان احنا اشترينا كميات قد كده. انا ما اجيبش كميات ارميها في الثلاجه وبعدين بعد كده اطلعها في سله الزباله بعد كده. ايوه طبعا. فراخ يا خالتي فراخ، فاكر فيلم فهو ارانب؟ صح. طيب دكتور ماهر، عشان فاضل دقيقتين بس عايز اسالك على الاجهزه الكهربائيه والعربيات. العربيات قالوا طبقا لاتفاقيه الجات مفروض 2019 هيبقى سعرها هيقل. القرار ده هيدي فرصه للتجار يغلي ويقول لك انت ما شفتش؟ هو طبعا القرار توقيته قبل 2017 هيدي فرصة للتجار، وتجارنا ووكلاء السيارات أسرع ناس تستغل طبعًا الموضوع طبعًا. وتبعد السيارات الجديدة اللي هي 2019 من نزول السوق لغاية ما يطبقوا السعر اللي عايزينه. هو طبعا هيطبق على السيارات وهترتفع السيارات بقدر كبير، لكن شركات السيارات حريصة على السوق المصري مش هترتفع الارتفاع الكبير اللي هم متوقعينه لان هم حصل لهم كاسات السنين اللي فاتت القريبه اللي عملوا فيها كده. بيع السيارات في مصر على مدى السنتين اللي فاتوا كان كساد لكل الشركات، وكانت في حملات ضد السياره الجديده. ايوه بالظبط، لك اشتري مستعمله، لدرجه ان السياره 2018 لم يحس بها المواطن المصري كثير. صحيح. وانا اعتقد ورغم كم تكثيف الاعلانات عن ما اعرفش ايه 2018 وايه 2018 محدش اشتراها. في 2018 حجم الاعلانات عن السيارات في الصحف اكتر من 2017 ولكن المبيعات اقل كثير. صحيح. وده اتجاه كويس في مصلحه المواطن. طب الاجهزه الكهربائيه؟ الأجهزة الكهربائية يعني أنا أعتقد المصنع محليا لازم أحافظ عليه. والمصنع هو يقصد من هنا أنه يحافظ على الصناعة المحلية، فهيبالغ في هيطبق الدولار الجمركي على المستورد من الخارج أيضا. ودي على فكرة مش هتتأثر كتير لأن عندنا أجهزة منزلية وكهربائية كثيرة من الصناعة. هل احنا يا فندم يعني في رأي حضرتك كده وفي ختام هذا اللقاء هل احنا لابد أن نتحول لثقافة شراء المنتج المصري حتى لو تحملنا بعض عدم اكتمال نضجه يعني في مقابل الأسعار البهيضة اللي بنشتريها، ولا نتحول لثقافة المستعمل زي ما كنا بنتكلم على العربيات ولا إيه؟ لا، في الأجهزة الكهربائية لابد أن تاخد أجهزة صديقة للبيئة قليلة الكهرباء، فلابد أن احنا نتجه للأجهزة المصنعة مصريا ونتحمل
يعني جزء من عدم الجودة، وفي نفس الوقت جهاز حماية المستهلك يستطيع ان هو يجيب للمواطن حقوقه اذا اخل البائع. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا. شكرا، ده انا سعيد جدا ومساء النور. اهلا بيك يا فندم، وكل الشكر للدكتور ماهر عباس الكاتب الصحفي، و حصل على الدكتوراه في الاعلام من المعهد الافريقي، وفي يعني عندنا حاجات اخرى تحتاج الى فقرات تانية عشان الاعلام ده هم يعني شرحه يطول. طبعا طبعا، انا اشكرك على ساعة صدرك وعلى المساحه اللي اديتها لي. شكرا لوجودك معانا، بشكركم مشاهدينا على وجودكم انتوا كمان معانا، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.